الليلة زي هي سبحان الله نويكم لين في صباحنا جو صباح خير صباح نور صباح الورد والياسمين مرحبا بكم مرحبا سيدة المستمعين والمستمعات القاتلين تسمعوا فينا اين تذكركم تشبوا تتفاعلوا معنا مباشرة على الصفحة الرسمية على الفيسبوك راديو جو اف ام مرحبا بكم اينما كنتم ساعتين كثيرا نستقبلوا اقتراحاتكم وملاحظاتكم ان شاء الله نتقابلوا فيما خير. مثلا متواصلين معنا ضيفنا عتاب عكايشي، عتاب عكايشي رئيس جمعيه مبادره الشباب التونسي ومدون ومخرج تونسي. صباح الخير عتاب. مرحبا بك عتاب، صباح النور. شكرا لي اللي لبيت دعوتنا. عتاب معناتها عتاب قلت في البدايه في بيتي قلت رئيس الجمعيه مبادره شباب تونس ومؤتمر المخرج التونسي. لو كنا تعرف عليك اكثر. عتاب عكيشي 24 سنه مخرج ومدون ورئيس جمعيه مبادره شباب تونسي كما قلت. كيف اسس مهرجان الشباب 2014 و واضح ما نتشرفوا. مرحبا بك عتاب. عتاب شفناك اخر مره في خلاف المجله الاقتصادي تنشوفوا في الشاشه تنشوفوا التيشيرتات. لو كنت حكينا شويه على مجال الاقتصادي. مجله المرصد الاقتصادي لبسوفاتوار ايكونوميك هي مجله اقتصاديه سياسيه في اللينيو ايديتوريال نتاعها تشجع لي جون فيها روبريك لي جون تونيزيان ا لونور. كيف من لي زاكس اللي فيها هي تشجع لا فام ا لونور لا فام ليدرشيب ديجيتال لا نوفيل تكنولوجي الشباب المجال الاعمال كيف سيرتو في السياحه في المناطق الريفيه والانفستيسمون في المناطق الداخليه. دونك اخترت كيفاش اختاروك؟ دونك جون وهي تشجع لو جون وهذا يكون حتى قبل 25 جوي خاطر ليديسيون هذه نتاع جوان. دونك اختاروني باش نكون هي بروبوزيسيون نتاع مدام بلقيس بولي هي لو ريديكتريس اون شيف. دونك بروبوزيت عليا الموضوع ولانسينا بحكم اني جون وكذا لقات انه نجم نكون شافتني في الكوفرتور نتاع المجازين ومشيت سبب. به المجلة هذه المرصد الاقتصادي شو حكيت عليها في المجلة؟ دونك في المجلة حكيت أول حاجة على السينما التونسية ككل، شنو اللي ينقصنا في السينما التونسية، شنو هي الظروف في السينما التونسية سيرتو في مرحلة الكوفيد 19. ونعرفوا صالات السينما مسكرة في تونس، الانفستيسمون طاح برشا، وفي نفس الوقت لقينا ثم دي بلاتفورم نجحوا برشا في تونس اللي يتفرجوا فيهم العباد في السينما اونلاين ويدخلوا فلوس كيف. دونك لقينا ثم ديزافونتاج وديزانكونفينيون، ولكن ان شاء الله في اقرب وقت اللي تنحى الكوفيد ونرجعوا الناس الكل تخدم وترجع صالات السينما تخدم. وسيرتو في تونس اليوم عندنا صالات دو سينما باهيه وعندنا صالات دو سينما بمواصفات عالميه مع مدينه الثقافه كيف كي حالت. دونك علاش السينما هو دومين فيه انفستيسمون كبير ويدخل برشا فلوس في الدوله ويخدم برشا اطراف اللي يطبع لي زاكيش اللي يبيع تسكر لي تكنيسيان الممثلين. دونك توت ان دومين اللي فيه برشا فلوس ويدخل برشا فلوس ويعطي حركيه اقتصاديه في البلاد اللي تو مسحقين لها بالحق. نعم عتاب عكيش كما قلت قبيله انت رئيس جمعيه مبادره شباب تونس. لو كان تحكي لنا شويه على الجمعيه هذه جمعيه مبادره شباب تونس وقتاش تاسست وكل شيء وشنو الهدف الجمعيه. لو كان تحكي لنا شويه على الانشطه اللي تقوم فيها في الجمعيه. واضح جمعيه مبادره شباب تونس هي جمعيه ثقافيه تأسست سنة 2016 كنت أنا ومعي علي الشعباني محمد الهادي كيد. دونك أسسنا الجمعية أسسناها 2016 عمل نتيجة خدمة 3-4 سنين ولقينا حتى حال لقينا صعوبات في الإدارات التونسية كذا لازم غطاء قانوني. وقتها مشينا أسسنا جمعية مبادرة شباب تونس، ما هي كانت نتيجة نجاح مهرجان الشباب نتيجة نجاح
برشا أعمار قمنا بها نتيجة نجاح مسرحية ملا تونس وقتها، ولكن قلنا علاش لين أسوا جمعية باش نجموا نحن نخدموا بأريحية، وفي نفس الوقت برشا شباب اللي عندهم مواهب علاش لين تكون جمعية يكون فيها تبادل خبرات، تبادل ديزيكسبيريونس، علاقات، وننجحوا نسير كل ما بعض نعرفوا يد واحدة ما تصفقش، ونجحنا الحمد لله وأسسنا جمعية مبادرة الشباب التونسي، وعملنا برشا حاجات كانت ناجحة، كيف كيف الأعمال الخيرية، كيف كيف زاد أهم حاجة الأعمال التحسيسية. وشوفنا وقت الانتخابات لعبت دور كبير الجمعية باش نوعيوا الناس المواطنين باش يمشيوا يقيدوا في مرحلة أولى وباش يمشيوا ينتخبوا في مرحلة ثانية، وكيف كيف قمنا بعملية مراقبة الانتخابات وظهرنا زادة بشكل كبير في الإعلام في تحليل نتائج الانتخابات وفي مراقبة الانتخابات. نعم، عتيب في الجمعية هذه آخر نشاط في الجمعية هذه وقتاش كانت؟ آخر نشاط كان في الكورونا، دونك عملنا حملة تحسيسية باش الناس تشد دارها، الناس الكل نعرفوا كل في كان كونفينمون وقتها تتعب تاع شهرين، دونك خدمنا أكثر على الديجيتال، دونك ما عادش تخدم السيرتيغا أكثر، مشينا خدمنا أكثر على الديجيتال، بيسك هذيك الحاجة بوسيبل أكثر، دونك عملنا حملات تحسيسية باش الناس تشد ديارها ما تخرجش وقت الكورونا، كيف كيف عملنا حملات بعديك في تنظيف تونس، فكا كنت تتذكر حملات النظافة اللي شهدت تونس الكل بعد نجاح قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية، وتوليفت الأعمال بتبيع عن بعديك وتواصلت، أما نجم تقول نشاط توا ناقص برشا بغض قبل ما تعرف، دونك نتصور في البريود القادمة مع يتحن كونفينوا مع يطلع نلقوا أكثر عدد من التواسة ترجع أكثر خدمة السورتيرا ان شاء الله. بس هذا متواصلين معكم على جوا فيما ذكركم، تشمل تتواصلوا معنا وتتفاعلوا معنا على الصفحه الرسميه على الفيسبوك جوا فيم، وتشمل تتفاعلوا معنا على القناه الرسميه على اليوتيوب جوا فيم، ابونيفو ومرحبا بكم في كل وقت. مثلا متواصلين وضيفنا ضيفنا معنا هو المتمول رئيس جمعيه مبادره الشباب التونسي عتاب عكايشي. عتاب مثلا متواصلين معك، عتاب اخر كدوينة ليك قلت قرارات قيس سعيد هي التصحيح للمسار الديمقراطي في تونس، لو كان توضحنا شوي. واضح اخر تدوينة هبطها في موقع ديكارت، حكيت على بوبليسيتي في موقع تونسي، حكيت على قرارات اللي خذها رئيس الجمهورية قيس سعيد اللي تعتبرها قرارات تاريخية وقرارات فيها جرأة كبيرة من شخصية مريناش بهالقوة هذه والجرأة هذه في العشر سنين هذوما، دونك الوحيد اليوم اللي جاء في صف الشعب في صف الشباب وقال لا للفساد، لا للفساد السياسي والفساد المالي في نفس الوقت، دونك حركة كيف نادية، دونك أكيد باش نساندها وباش نقف معاه، واليوم بالحق لازمنا نغيره، لازم نغيروا النظام الانتخابي لانه 10 سنين نعيشوا في فوضى سياسيه كبيره، الانتخابات خرج لك من مجلس هجين ما يقدم حتى اضافه للبلاد، كان العرك المشاكل الضرب سبان، ماهيش صوره باهيه قاعدين نوريو فيها لا تونس تشرف تونس في الداخل ولا تشرف تونس في الخارج، كل شيء مباشر على الوطنيه، ودونك حتى الصغار كيتبعوا ويشوفوا السياسيين وكيفاءتنا وال النخبة نتاع البلاد يشوفوا فيها في الحالة هذه، دونك ما نيروش نربيو شبيبة تفهم في السياسة وتحب تعرف السياسة، اليوم في عوض نشجعوا الشباب انهم يدخلوا في العمل السياسي بالمشهد اللي كنا نشوفوا فيه في البرلمان وحتى في الحكومة السابقة نتاع هشام المشيشي، دونك كان مشهد الحقيقة سخيف جدا رديء جدا، وانا قلت من قبل وقتها قلت ان الحكومة هذه مش باش تطول برشا، هي موجودة مجرد وقت، دونك الحمد لله اليوم الشعب تنفس، هذا الكل شفناه وحسيناه كي خرجنا 25 جويليه في الليل، شفناه في البارح كي مشاو بكثافه 500 فوق ال 500 الف تونسي مشى ولقح، شفنا حركه كبيره في الاسواق التونسيه بعد ما برشا سلع كانت مفقوده وتوجدت، شفنا برشا سلع الخصومه وشفنا برشا تجار تجاوبوا مع طلب الرئيس في التخفيض وخفضه حتى مساحات تجارية كبرى، دونك نشوفوا في البلاد نفست البلاد رجعت فيها الروح اللي نجم نقوله هذه تونس، هذه تونس نحبها، هذه تونس نحب بها، إن شاء الله تتواصل هكا الأمور وإن شاء الله ونعتقد القرارات الجديدة اللي بش تجي بش تكون أقوى
اقوى واحسن الناس ومش مش بتعجب ناس معينين اللي باش تضر مصالحهم. انت زيد كما قلت قبل مدون مقالات، تكتب مقالات في المواقع الالكترونيه بصفه عامه. اخر مقال كتبته ثوره الياسمين، لكن لم نرى الياسمين سوى عند الاطفال يبيعونها في مفترق الطرقات. فصلها لي شوي. اكيد ثوره الياسمين اللي سماوها ثوره الياسمين، ولكن ما شفتش الياسمين غير عند أولاد صغار يبيعوا فيه في الرمبوانات. أبار الياسمين هذاك مانيش قاعد نشوف ياسمين في تونس، هو تعبير مجازي، ولكن الياسمين نقصد به هي العمل، هي الفلوس، هي التشغيل، هي الانفراستركتور، هي الصحة، هي التعليم. هذا كل ما شفناهوش في تونس، نشوفوا كان في صغار تبيع في الياسمين يستغلوا فيهم ناس باش يتاجروا بهم باش ينجموا يدخلوا بهم فلوس. يعني هو ميساج انديريكت للطفوله في تونس اللي ياسر مهمشه، باش في نفس الوقت لازمنا نغزروا لها ونغزروا المستقبل للشباب في تونس، واللي نرجعوا للمطالب الحقيقيه اللي قامت عليها ثوره 14 جانفي وثوره الياسمين. دونك ما نجموش نحكيوا على ثوره الياسمين والياسمين مش موجود اصلا في تونس. وسامع عنده حاجه يحب يقولها لك. كيف زاد كنت في نسمة نيوز قلت لا اطالب هذه الحكومه بشيء لاني على يقين انها لا تفعل شيء. شنو تحب تفسر بالكلام هذا؟ هذا مقال هبطته على حكومة تصوتي في بيشم مشيش، وكان علقت عليها نسمة نيوز. ما هبطت في ام تونيزيا. وهبطت زادة في نسمة نيوز وام تونيزيا. ما نستنى شيء قلت من الحكومة هذه، خاطر نعرف مش باش تعمل حد شيء وغير قادر انها تعمل حد شيء. احنا كنا نعيش. وعلاش تكلمت اليوم بار اكزومبل كي خرج سعيد، علاش ما تكلمتش قبل؟ لا شو هذاك قبل؟ يعني قبل معناها ما تخرج ال هذاك عنده اشهر قبل ما يسكر البرلمان. لا يعني من عندي عام كامل نحكي. دونك حكومة شيل كيف حكومة المشيشي، لانه اليوم علاش قلت ما تنجم تعمل حد شيء ما تنجمش تغير؟ على خاطر اليوم نعيشوا في ديمقراطية اونتر كومي، ديمقراطية مزيفة. الديمقراطيه توفى نهار الانتخابات، مشيت انتخبتني سي بون، مشيت كل سنه عمري نحب احكي اللي تحب عليه وما نسمعكش من بعدين. شنو هي الفائده من الديمقراطيه اذا من بعد انا كي انت تشد الحكم نحكي معاك ما تسمعنيش؟ هو شنو اقل حاجه نجم يقولوا لك؟ استنى بعد 5 سنين كي تصير انتخابات بدلني كان انا ما جبتكش. ما يتجاوبوش مع مطالب الشعب. زاد قلت عتاب على الفيسبوك نتاعي، قلت احلى عيد جمهوريه في تونس، عاش تونس حره، الرئيس يعلن تجميد عمل البرلمان رفع الحسن عن النواب، كنا قيس سعيد وكان تصويره هذه مع قيس سعيد. ما تخافش انهم يدوروا عليك؟ شكون يدور عليك؟ اللي في البرلمان الكل للمجلس. لا ما خافش يدور علي، بالعكس انا ننقد في المجلس ملي كان سيرتو انت اليوم فنان، دونك كلمتك مسموعه، فهمت؟ باش تهز معاك كوميونيتي، ما تخافش انك تطلع انت غلط حتى في القرار نتاعك؟ لا مانيش غلط، انا عبطت التجميل هذيك ملي اعلن قيس ديريكت على الفصل. اعطيني انت تفعيل الفصل 80 ديريكت هبطها، وتصويت ثانويه هذيك مش وقتها، خاطر برشا عباد يحكيوا معايا على وزره بشكل عام، يعني ما عنديش دخل وما عنديش الحقيقه علاقه توا قيس عايد، ولكن هذيك كانت في الحمله الانتخابيه وقلتها بالوقت، لانه بالحق انا فرحت كما فرحت توينس. انا ديريكت هبطت وثم مئات الاف الشعب اللي خرج في الليل في الكوفر فو لخمم في كورونا لخمم في حد شيء. ما قبلوش سعيد اي تيب نقول بحذا سعيد معناها ريسك معناها بحذا بالضبط في الحمله الانتخابيه في الحمله تاع قيس سعيد. بالعكس نشرف اللي كنت معاه وكنت واثق من انا شكون رئيس، عملت برشا تصاور معاه هي تونس الكل وقلت للمصور وقتها راه ذي باش يشد رئيس، دونك عمل لي معاه تصوير قبل ما يولي رئيس الصيف من بعد مش نقابلو. دونك راه انت انا بدي على قيس عيد من الشبيه اللي راه انت حتى في الانتخابات كنت راهنت على نجاح قيس عيد في الانتخابات وش الحاجه اللي خلتك تصدق على قيس عيد. حضرته في الحمله وشفته كيفاش يحكي وشفت البرامج اللي اقترحها والمواضيع اللي اقترحها والحلول اللي اقترحها، لبرشا ناس قالوا ما عندوش برامج، ولكن اكثر انسان قدم برامج واقعيه هو قيس سعيد في الحمله الانتخابيه. لاني انا تابعت جميع الحملات وبريسك جميع الحوارات السياسيه، شتارا كنت حاضر عليها بحكم اني كنت نخدم في قناه، وشتارا نتفرج فيها، دوك متابع بالضبط اللي صاير كله، نعرف شكون ينجم يشدها وشكون لا، والناس الكل بالعين المجرده اللي يحب يفهم بالحق وتبع السياسه يعرف شنو تشرب. اما باش تبع فيسبوك وكوستيوم وذي تصور وهبط، الناس الكل تدخل في الجو، وبالدليل اكثر ناس صوروا وتعملوا كوميونيكاسيون وتصور
صرفت مئات المليارات وفي الاخر ما ربحتش. يعطيك الصحه اسامه، شكرا لك اسامه، نورتنا وشرفتنا، نلقاكم ان شاء الله غدوه وغدوه في نفس التوقيت بالعشره ل 11 ان شاء الله. ان شاء الله مرحبا بك اسامه، شكرا لك. بس احنا متواصلين مع السؤال الاخير لضيفنا عتاب عكيشي. عتاب، بصدد تحضير فيلم طويل من خراشك اللي هو بعنوان تون عتاب اللي حكيت عليه في المجله، لو كان تحكي لنا شويه على الفيلم. واضح اللي حكيت عليه في مجله المارس الاقتصادي. وبالمناسبه حبيت نشكر سي وليد زليتني اللي اعطانا اسباس هوتيل ديريكتور دو هوتيل بالاس وبليني جامارت اللي عطانا الهوتيل باش عملنا فيه شوتينغ. اللي عطانا باش عملنا فيه الشوتينغ نتاع المجازين كيف عتاب رضوان نتاع اللي عطاونا الكوستيم بالذمه خدموا هنا الكوفرتور كيف بالبيعه اللي خرجها تصويرها مزيانه فوتوغراف امين بن محمد. دونك حكينا على فيلم، حكيت في المجازين على فيلم سان ريبروش اللي هو فيلم رعب، فيلم طويل، ومن الافلام حبينا نبعدوا اكثر على الافلام النمطيه اللي نشوفوا فيها في تونس في السينما التونسيه. حبينا نقدموا اكثر، حبينا نخلقوا حاجه تونسيه مي بطريقه جديده بسرد جديد كيف ما نشوفوا برشا افلام اليوم ناجحه برشا ويتبعوا فيها برشا توانسه. علاش ليه نخدموا فيلم تونسي يتبعوه التوانسه ويخرج ويتباع لبرا، وعلاش ليه يدخل في البوكس اوفيس ويتشاف في البلاتفورم انترناسيونال وينجم يدخل برشا فلوس للدوله التونسيه. لو كي تحكينا شويه على قصه الفيلم. هو شويه برك خاطر مش نحكيو لي ديتاي كل ما هو فيلم رعب تدور احداثه في سال دو سينما مهجوره. اما مهجوره اما باش تتحول من بعد الى سال دو سينما حقيقيه. وباش تقعد من بعديك حتى بعد خروج الفيلم باش تقعد مفتوحه للجميع وللعموم. ديزانا من سال دو سينما باش تخدم وتتجهز وتتحضر وتقعد للشباب من بعد نتاع البلاصه هذيك باش نشطوا في نفس الوقت لاحداث تصوير الفيلم. وقتاش باش نصور الفيلم؟ هو نورمالمون رانا بدينا نصور ما بحكم الكوفرفو، دونك اجلنا تصوير على خاطر نتاع الكوفرفو العشره والماتريال نتاع السينما يكلف برشا فلوس، دونك ما نجموش نكريو ماتريال بمئات الملايين باش نصوروا بهم اربع سوايع وخمسة سوايع، دونك ما نجمو نبداو نصورو الا ما يتنحى الكوفرفو، على خاطر احنا باش نصورو نتاع ريتم قوي برشا نتاع 12 حتى 15 ساعة تصوير في النهار باش نجمو ناخذو، خاطر كان باش نقعد نمشيو على راحتنا راهو النهار يماركي برشا فلوس، واحنا دونك نحاولو نخدمو فيلم كبير ولكن أقل بيجي، هذاك علاش لازم يتنحى الكوفرفو توتالمون باش نجمو لانسيو ديريكتومون في التورناج نتاع الفيلم. نتمنى لك نجاح وتوفيق عتاب عكيشي، ان شاء الله نورتنا وشرفتنا. كلمه ختام شو تحب تقول للمستمعين والمشاهدين جوا فيه؟ احب حاجه نشكركم على الاستضافه، ان شاء الله مبروك المولود الاذاعي الجديد جوا فيه، ان شاء الله بمزيد من النجاح والتالق ونعتبره باش يكون ناجح برشا في المستقبل. ان شاء الله. عتاب عكيشي رئيس جمعيه مبادره الشباب التونسي والمطور والمخرج، شكرا لك اللي نورتنا وشرفتنا. حاجتك هكا نوصلوا متابعين جوا فين ان شاء الله استمتعتوا اليوم، نتقابلوا ان شاء الله خطوه على نفس التوقيت على نفس الاذاعه جوا فين وجوك احلى جو. كان معكم كمال، نقول لكم باي باي بخير برنامج ممتع.